بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو يسياتي وتداميان عندنا اللاتو زارين بتمسا سايلنت سوستن يوزور لاي درسانا ليتياكي نابلس پروغراماتشن بزيهو لاي يكارب اللاتو هال بسوستن يوزورن بتمسا سايلنت انجديه اسرا امست ساكند دل جيزي ستاتو هال بزي جيزيوست كومنتو بوتالي ورد يالاتو مسافون عترسو تساتفو بد የቻላችሁትን ያክል ጥረት አድርጉ ካልቻላችሁ ደግሞ ለማወቅ ጥረት ማድረግ ይኖርባችኋል በዛሬው በሶስተኛው ዙር እንግዲህ 10 ጥያቄዎችን ይዘን እንመጣናል ማለት ነው ጥያቄዎችን ማወቅ ይኖርባችኋል መልሶቻቸውን ማያዝ ይኖርባችኋል ጠቃሚ ናቸው አንድ ሙስሊም ሰው ሊያቃቸው የሚገቡ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው በዚህ ፕሮግራም ላይ እየቀረበ ያሉት ስለዚህ ሙስሊምስ ከሆነ ድረስ እንደውም ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እንደመሆናችን ደግሞ እንዴት ጥያቄዎችን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ቀጥታ ወደ ጥያቄው እንገባለን ጀመረ ጥያቄ ቁጥር 1 በግብጽ ውስጥ የሚገኘው ጃሚዑል አልአዝሃር በመባል የሚታወቀው ትልቁ መስጂድ በስንት ዓመተ ልደት ተገነባ ملس بزتعي متو سابا عمتل درت تياكي كتر هولت لغو بنيت غزو يمي درغو مسجدو تشيتين يوچونات شو ملس عندنيا مسجد الحرم ከዓባ ወይም መካ ሁለተኛ የመዲና መስጂድ ሶስተኛ መስጂድ አልአቅሳ ጥያቄ ቁጥር 3 ከዓባ አካባቢ ለመጀመሪያ ጊዜ መስጂድ የገነባው መሪ ማን ነው ملس عمر بن خطاب جمرو عثمان بن عفان چرسو ياقي قطر ارت يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم غوسا من يبالال ملس قريش يزر جنداتشو عدنان يبالان تياكي قطر أمست رسول صلى الله عليه وسلم بسنت أمتاتشو نبي هونو ملس بأربع أمتاتشو ጥያቄ ቁጥር 6 የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስጥር ጠባቂ ወይም የረሱል ሚስጥር አባስ በመባል የሚታወቀው ሰሃባ ማን ይባላል? መልስ حذيفة بن اليمن تياكي قطر سبات كقرآن مقرافو تشوست كتكرا كقبر بسات يمي تبك يتونو ملس سورة الملك تياكي قطر سمنت የኮሌራ በሽታ መግባት የማይችልበት ከተማ የት ነው? መልስ መዲና ወይም መዲነቱል ሙነወራ ጥያቄ ቁጥር 9 ከጀሃነም እሳት ስር የሚበቅለው ዛፍ ምን ይባላል?
መልስ አልዘቁም። ጥያቄ ቁጥር 10 ትልቁ የመሰብሰቢያ ቀን የትኛው ቀን ነው? መልስ የአረፋ ቀን ነው። ውድና የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ጥያቄዎች እነኚህን ይመስሉ ነበር። አስተያየት ሐሳባችሁን ከስር አስቀምጡልን። ሰዎች ደግሞ ይሄን ጥያቄ የማያውቁ ወይም ደግሞ ይሄን ፕሮግራም ያልደረሳቸው ሰዎች እንዲደርሳቸው ሼር ማድረግን አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ቪዲዮ ደግሞ ብዙ ቦታ እንዲደርስልን ላይካችሁ ያስፈልገናል፣ ያበረታታናል እያልኩኝ በዚህው ጨርሳለሁ የዛሬውን ፕሮግራሜን። በአላህ ፍቃድ በክፍል 4 በጥያቄና መልስ እንገናኛለን። ወቢላሂ ተውፊቅ وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصل بها بعد سنين كبزو عمتاتوش بوهالا دول اللات فقال لها للصم اندي هالات أتذكرين من أنا؟ أني ما نندهون كتاستوش هالشنة. فقالت عذرا سيدي ألك أيهوي يكربلين ألتشو فمعارفي كثيرون أني ما وقعت شو سوش بتقام بزوناتشو فقل لي من تكون ما اللتون تشلال لهسكين غرين ألتشو فقال لها للصم اندي هالات كنت نبضك يوما فهل نسيتي يهون ساعات لايكو وداجش نبركن رساشين يندي آلات كنت قلبك والدم نبركن لبش النادمش نبركو الذي يجري في عروقك بإنباش لاي يموردو يا سو نبركن فكيف تسألينني من أكون ما نندوهن كتاديا اندي تتأيك إنيا لش آلات فكم من أجلي ضحكتي بني مكنيات سنت قزي سك أشال وكم من أجلي بكيتي بني مكنيات سنت الناس سنت قزياتو جن ألكس أشال فقالت له مباشرة بكت تاسو عمل سست أجو كنت تعلم كل ذلك ورحلت هينن هلو نقر تاريا إيا وكنون دي كنيرك أيهيركو وبعدك عني يعني مماتي كني مراك هدمو موتي مهنون يوك وبعدت ركن فأخبرني الآن اسكي أهون نقرين لماذا اتصلت لم تنو يرول كلين فأجابها وهو يبكي إيالك أسا السم اللسلات كنت أظن أني سأجد أني أغني الله بي يتطرد تركي نبر من يحبني مثلك أو أكثر عندان تشيني نمي ودني أغني الله بي نبر ويمكن تبالي مي ودني أغني الله بي نبر لكني علمت أن الحب مثلك مستحيل لكن دانتي ميود سوي كنيالي ميبالو نقر فالسمون دم ما يتاسب عوو كوي نقرقن وأبدا لن يتردد بفالسم تملسون دم ما يمت أماوك اللهن فقالت له لا تكمل للسم من دي هالتشو أباك هتشارسو هالتشو واسمع مني ولا تستعجل أهون دموكني لتسامي قبهال أتشكل هالتشو عندما أحببتك يوددكو جزيكو كنت متيقنا أكد أن ينبركن أن لا أحدا سينزعني من قلبك فنزعتني ما نمسوك قلبه لأوت أن أيشلم بي ينبر نكرقن أنت وراسها ودهن كنت أظن أني إذا أهممت بك بانتاني ما السبن سجمركو بي تتأراد الرينبر سيكبر حبي في قلبك ولن تتركني يعني فكر كوب لبه لاي يسفى يمتقال كزام أتوينيم بيحسب بينبر فتركتني وتجاوزتني هاديا قن هينن باسبم أنت توكن اندي أوم ألفهن رقت أهن هيرك الآن عد أهنقن تملس فعد من حيث أتيت كما التهبز بوتا تملس فإني من كلامك قد اكتفيت أن يمكن قروتشه بك أن كزوالة تنقري فعد من حيث أتيت كما التهبز بوتا تملس.